مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم السياحة. اليوم اعترفت خول سيماني أن وسيم ميغالو الذي تعتبره صديقا مقربا لها خذلها من خلال عدم الوقوف إلى جانبها وتنكر لعلاقتهما المتينة، خاصة وأنها مرت بضغط نفسي وواقع صحية بعد الإشكال مع قناة الحوار حول مسلسل قلب الذيب. وختمت خول كلامها باكية بأن موقف وسيم ميغالو أثار فيها كثيرا وأبكاه بسبب تحويل المنتجة خول سيماني للمسلسل من قناة الحوار التونسي إلى القناة الأولى. الكثير من الجدل القانوني إذ اتهمت محامية قناة الحوار التونسي سونيا الدماني المنتجة خول سيماني بالتحيل وخيانة مؤتمن بعد أن راوت القناة وأبرمت عقدا مع التلفزة الوطنية، وذا السبب اللي خلى خولة معناها تبكي تدخل فيه السيري، خطر تعتبر وسيم ميغالو صديق مقرب لها وموقفش معها في المحنة ذي ومسألش عليها. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.